حاول تتراس وانت بتاخد اي قرارات، لانه الحقيقه ان كوافير الشعر الناعمه هو من اهم كوافيرات البلد الرجالي صدقني. ايوه يا حبيبتي، يعني انا هعمل ايه يعني يا رانيا؟ يعني اقفل البازار وافتحه وهلاقي؟ يعني يا جماعه ما انتوا برضو يعني اتكلموا كلام معقول، يعني اللي انتوا بتقولوه ده من عاشر المستحيلات. عادل سعيد هيفضل محافظ على كينونته. اقطع دراعي اذا كان عارف معنى كينونته اللي مصدعنا بيها من صباحيه ربنا دي. يا عادل حبيبي، هو انت ليه واخد الموضوع بهذه الحساسيه المفرطه؟ على فكره احنا مش بنقول لك يعني هد البازار وقف على انقاضه بيع جرجير، احنا بنقول لك هات شريك. وعموما يعني التكتلات الاقتصاديه هي المنشوده الان عالميا في جميع المنظمات الاقتصاديه العالميه وعلى كل الاصعده. صح الكلام اللي انت بتقوليه صح. اي نعم انا مش فاهمه منه ولا كلمه، لكن حاسه كده ان كلامها صح. ده دهن الجزار اجر نص محله لريشه الفرارجي، وايه بيكسبوا؟ ذهب. انتوا بتتكلموا ازاي يا ماما؟ يعني عايزين نأجر نص البازار؟ الناس ياكلوا وشي، الناس هيقولوا عليا ايه؟ فاشل؟ يوه مش معقول كده يا عادل. ايه يعني ما تفشل يا اخي؟ كل الناس بتبتدي قبل انها تفشل وبعد كده بتكبر وما يحصلهاش اي حواجان لاي حد. يعني هو كان ناجح قوي اسم الله والصحافه بتكتب عنه، ما طول عمره هو والفشل انجيم. وبعدين في حاجه تانية، ايه علاقه البازار والتماثيل بان انا اشارك واحد حلاق؟ يعني انا مش فاهم. انا يا بابا يا حبيبي، حضرتك من وانا صغيره ربتني على ان الشغل عمره ما كان عيب، صح؟ وعلى فكره انا اكتر واحده هتفضح من كل اللي قاعدين دول، وهتشرط في الجامعه واصحابي هيطلعوا عليا بقى ياسمين شعر ولا ده. لذلك يا بابا انا بشجعك على موضوع الشراكه ده جدا. يا حبيبي ده مش حلاق تحت كوبري بيحلق للناس كده، ده كوافير مشهور جدا 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 انت ما تعرفوش. بس بصوا يا جماعه، انا ممكن اعمل ايه؟ ان انا اقابل الراجل واقعد اتناقش معاه واشوف ايه العروض اللي هو مقدمها. لو اقتنعت اهلا وسهلا، لو ما اقتنعتش انا بقى اللي هحلق له وانفض له. بص بقى يا رمز، الركن ده كله ها هتبدا من هنا كده اهو. هتبدا من هنا، كل تمثال من دول هتكيسه بالراحه كده اهو وتحطه في صندوق. مش عايز اي غلطه. تمثال واحد يتكسر هكسر رقبتك يالا. ماشي، وهنحطهم بقى فين بقى؟ هنحطهم في المخزن على جنب كده اهو بالراحه. دول كلهم انا؟ لا ما انا اكيد هكسرهم لو لوحدي. لوحدك وحاجه تتكسر هكسر رقبتك يا رمز، سامعني ولا لا؟ دول ما تشيل معايا بقى. انا ما بشيلش يا ابني، انا شغلتي صاحب بازار، انت شغلتك تقعد تشيل وتحط الحاجات. ماشي يا دولة. ماشي. انا عارف انت عايز تعمل ليه كده يا دولة اصلا. ليه يا فالح؟ انا يا عم القور، انت هتدخل التماثيل جوه المخزن عشان تسقعها، وتقوم بقى جايبين بقى في المناسب، بقى في المناسب نقوم بايعينها بقى كده اهو في السوق السوداء. سوق السوداء؟ مش في الشتاء يبقى لازم. انت بوز البومه بتاعك ده، انا اقدر اكسب مليم. سوق سوداء ايه يالا؟ سوق سوداء ايه؟ وانا عارف ابيعها في السوق العادي اساسا. يا دول انت كل شويه تقعد تقول لي بقى بوز بومه بوز بومه. بوز بومه. وانا بتضايق وبتضايق. بتضايق وبتضايق؟ وبعدين اساسا انا بفضي الجزء ده فكيك، مش عشان السوق السوداء، لا بفضيه عشان اجر نص البازار يالا. عواض باع ارضه يا ولاد. ياما قلت لك بدل ما تقعد تبيع بقى حاجتك كده هون، احنا نعمل عربيه كبده وصدق ونحطها كده قدام البازار ناكل منها تشاح. انت اسكندراني يا صدق دي؟ ايوه ما هو اسمه كده. ماشي كبده وصدق. انا في نهايه المطاف بتاعي وفي نهايه مشواري في عالم البازارات هفتح عربيه كبده وصدق يا هبل. يا عم ضحكني يا عمي، ده انا عمري ما شفت هنا زبون اصلا. ايوه دول اقول لك احنا ممكن بقى في الشتاء نقوم فاتحين بقى عربيه بقى حلبس، او في الشتاء بقى نقوم فاتحين بقى عربيه بقى بطاطا مشويه. يا سلام يا انت بتفكر يا ده انت اخرك تروح تبيع نفتالين ها في الاتوبيسات. عارف النفتالين يا عارف يا دول؟ بتاع ايه النفتالين؟ مش دون بقى دول اللي هو كان بيتحط في السبوع كده اهو. ايوه مع الشمع يا عم، في السبوع عشان الناس ياكلوا النفتالين مع الشمع يعني. انت اتعمل لك سبوع قبل كده هلا؟ انا مش فاكر يا دول، انا كنت صغير يعني بتاع سنتين ثلاثه كده، فمش فاكر بقى. انا بستهلك الوقت، انا يعني بص بضايق نفسي اكتر ما انا متضايق. قوم انقل كل التماثيل جوه على المخزن يا رمزي. ما انت لو كنت نقلتها لوحدك ما كنتش استهلكت الوقت ده كله. يلا 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 اهو ماشي. ها 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 يلا. ما عندناش تماثيل. يلا مع السلامه. ولا ما عندناش. مساء الخير. اهلا وسهلا فندم استاذ عادل. ايوه فندم. انا سامين فندم. انا ضيف. ايه
ظريف والله العظيم، ده فعلا ظريف قوي شكله. لا لا لا، انا اسمي ظريف لكن انا مش ظريف بالمره. والله وانا زمان على فكره دول كان زمايلي يعني زمان كانوا بيقولوا لي ده حكشه، صح دولا؟ مع ان اسم ابو الرماميز اصلا. اهلا يا استاذ حكشه، رائع المكان ده، المساحه دي مناسبه جدا، هنا نحط راس نفاتيتي وهنا راس الزبون، ويا بخت من حلق راسين في الصالون. هنا كرسي وهنا مرايتين، حلوه قوي المساحه دي يا استاذ عادل، هايله. حضرتك بس ده من البلديه ده ولا ايه دول؟ البلديه. حضرتك بس يعني زي ما انت شايف انا عندي المساحه دي وعندي المساحه دي، عندي مساحات كتيره جدا يعني، حضرتك لو تحب يعني بس لو هتأجر الجزء ده زي ما اتفقنا يعني، او زي ما قالوا لي ان حضرتك جاي، عندي شرط مهم جدا، لان صوت المقصات بيعمل لي ازعاج وخاصه في ودني الشمال. وبتعمل ازعاج برضو للتماثيل، خلي بالك. لا اطمنوا اطمنوا، انا بستخدم احدث المقصات كاتمه للصوت، وبعدين انا مش هحتاج المكان غير 6 شهور لغايه ما استلم محلي الجديد. ايوه بس في حاجه تانيه كمان برضو، فكره ان يبقى الشعر مرمي ومتنطور كده في البازار ده هيعمل لنا ازعاج، وعندي حساسيه اساسا من الشعر المقصص. لا اطمن، انا عندي ولد صغير كده معاه مكنسه بكهرباء، اول ما الشعره بتنزل بيحلممها على طول، بديله 7000 جنيه في الشهر. ايه؟ استاذ ظريف، طب ما انا ممكن اشتغل انا ب 7000 جنيه في الشهر، انا عيل صغير وبفهم. يا ابني يا ابني، هو قال لك عنده عيل صغير بيدفع له خلاص. لا لا، انا عيل، انا عيل. عيل اهو، بس هو انا بنضف رهوان. انا رهوان؟ وانت اساسا كنت بتعرف تنضف التماثيل يعني؟ طب وانت مالك انت؟ وانت ما انا اللي مال؟ لا انت اسمع، حضرتك مالك يعني؟ حضرتك مالك؟ طيب بتكلمني كده قدام الراجل؟ وانت اللي هتنضف؟ انا اللي هنضف. انت عيل؟ طب حضرتك عيل؟ حضرتك يعني طب يعني بتفكر يعني تأجر الجزء ده من البازار بكام يعني في الشهر؟ مش هنختلف يا استاذ عادل، نقول 10 كويس؟ لا يعني معقوله الولد اللي بينظف هتدفع له 7000 جنيه وانا هتدي لي 10؟ مش معقوله طبعا يعني. 10000 دولار يا استاذ عادل مش جنيه. 10000. تعال 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 تقول العيل الصغير اللي معايا. اتفضل 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 حضرتك. اهلا وسهلا اهلا وسهلا حضرتك، 10000 دولار يعني. اهلا وسهلا حضرتك، لو تحب حضرتك لو تحب تأجر البازار كله احنا تحت امرك يعني. لا 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 اوعى، ده انا احنا عايزين نبارك له يعني. خلاص قول الحمام سيخرج ولا ايه؟ رمزي نمد العقود، نمد العقود. الف مبروك يا فندم، الف مبروك. الف الف قتل العيل الصغير اللي معايا. يا فندم مظبوط، هنا كوافير شعر أمام حضرتك. حضرتك تحب تحلق شعر ولا دقن؟ شعر ودقن؟ حضرتك ممكن تجينا بعد شهرين الساعة 6، 200 جنيه حضرتك. سلام يا فندم. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي على الزباين الكتيرة، اللهم صل على النبي. وعندك أحلى شاي سخن ملهلب وأحلى عصير فرنش في العالم كله. عصير فرنش، عصير فرنش، الله يرحم. خليك في حالك أنت، خليك في البازار. أنت تحنفي لي ياد ولا إيه؟ وأنت إيه يا عم؟ لا وأنت لا منك ولا كفاية شرك. كفاية شري؟ ايوه يا عم، خليك يعني. انا شر اللي انا عندي ده شر؟ ايوه يا دولا، ما هو البازار ده هو اللي جابنا الكافيه ده هو. يعني اقول لك على حاجه، انت تبيعه بقى لواحد فرارجي كده هو يفتحه محل عصير ولا اي حاجه. فرارجي يفتحه محل عصير؟ ده الواحد كان هيموت من الفقر يا اخي. ماشي يا بوز البومه ماشي. انت عمرك جربت العصير الفرنش ده؟ لو نزل على دماغك ممكن يحصل لك ايه؟ لا يا دول تعالى. لا يا دول لا. ايوه ايوه، ايه ده انت دي مأجرينها؟ ها انت مالكش دعوه بيها. ماشي بص يا اسطى، بص يا اسطى ظريف عمال يعمل. ماشي اتفضل يا ملك الحلاقين اللي في العالم كله. انا عايزك بعد ما تخلص بقى الزبون ده هو ان شاء الله كده تحلق لي حلقه حلوه. وانت الكشري جاي في السكه انا عارفك. ها يلا اتفضلوا يا رجاله اتفضلوا. اهلا 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 بالزباين.
اتفضل كل واحد حاجه ساعه حاجه ساعه حاجه ساعه على فكره حاجه ساعه حاجه ساعه ده مكاني ده مكاني ده مكاني وايه اللي مكانك ده مكان انا ده مكان انا فلوس فلوس العصير فلوس العصير بحت الفلوس بس اه الشندوتشات دي وحشه الشندوتشات دي وحشه حاجه ساعه ايوه ايوه حاجه ساعه حاجه ساعه تحت على فكره يا دجري حاجه ساعه ايوه ايوه يا عم الاسطوال ياه عمري ما كنت اتخيل وانت معايا اني في اي يوم من الايام ممكن اكسب مليم دي حصلت ايه دوله ايوه عم هو ده الشغل يا عم بلاها بقى شغل بازار وتماثيله ده احنا كنا هنبقى مش عاوزين يا راجل اسكت اسكت يا دي حته ايه خد يا ول انا واخد مشاريب شوكوك بكام يا اخويا واخد مشاريب شوكوك ب 400 جنيه والمعلم قال يعني اشتري من عندي ارقص بقى ان هو هيزعلك لو ما دفعتش بس عدم الرموخزه هنطردك بعد ما تاكل علقه موت الكلام ده كان زمان يا حته لكن دلوقتي لا خلاص اتفضل يا سيدي 500 جنيه اهو خد ال 400 جنيه الشكوك وال 100 جنيه بقى الثانيه هات لي بقى بيهم كوكتيل والباقيين شكوك ماشي حاضر قصدي بقشيش حاضر ليك انت والمعلم بتوعك ماشي الله يكرمك الله يكرمك شفت يا دوله شفت ده احنا بنكسب دلوقتي في يوم قد اللي احنا بنكسبه في البازار كنا في شهر الحمد لله الحمد عشان تعرف ان البازار هو الشق ممشانا يا سلام ولا بص انا مش مطمن لبوزك ده يا مش مطمن لبوزك ايه بوزك عامل زي بوز البومه يا دوله هو البومه ليها بوز طبعا ليها بوز سن مين الو ايوه ايوه مستر ظريف اهلا وسهلا ازيك سلم لي عليه سلم لي اهلا يا اخي التليفون مش بيرن التليفون كان بيزغرط لا لا بجد وحشتني برغم ان انا سايبك من ساعه واحده بس ايه هتهاجر حته ايه رجعت في كلامي هات ال 100 جنيه ومش عايز بقى سك على الكوكتيل ليه يا عم بس يعني مش راجع مصر خالص حتى هات 100 جنيه هتضرب بقى ب 200 يعني مش مثلا في احتمال بعد شهر شهرين ترجع ممنوع ترجع يعني ما ينفعش ترجع خالص حتى إيه؟ وريني بقى انا هتضرب ب 400 يلا خرج طب ماشي يعني بالتوفيق ان شاء الله طبعا يعني ما اقدرش اقول لك حاجه يعني هتسيب لي الكراسي والعده متشكر يا مستر ظريف متشكر لا والله هتوحشنا يعني مش حاجة ماشي مع السلامة مع السلامة قريت فيها بوز البومة عرفت بوز البومة بيعمل ايه خلاص بقى دولة بقى هو نصيبنا كده لا وبعدين هو مش الراجل قالك ان هو هيسيب لك يعني الكراسي والعدة ايوه انا هعمل ايه يعني بالكراسي والعدة يعني هيجيبه كام يعني صح بقى احنا هنبيعه مدولة ما هو الراجل هيسافر قبل بقى ايه ما هيقوم مبلغ بقى الزباين بتوعه ان هو سافر يعني ما حدش من الزباين هيبقى عارف صح ولا لا قصدك ايه يا رمزي احنا نرشى بقى دوله نرشى احنا بقى في المحل كاننا احنا بقى اصحابات المحل بقى ونقعد نشتغل بقى ونحلق وكده اهو ايوه بس انا يعني عمرنا ما اشتغلنا الشغلانه دي نحلق للناس ازاي يعني عمري ما اشتغلتها يعني يا عم دي سهله خالص وانت ما انت طول عمرك بتشتغل في البازار كنت بتكسب يعني اصلا احنا نمسك المقص ونقعد نقص كده اهو بقى في يعني نحلق للناس ونحلق بقى كده لبعضينا بقى وببلاش فكره حلوه ممكن نعملها وممكن نكسب منها فعلا عارف اول حاجه نفسي اعملها ايه يالا ايه يا دوله احلق لك يا دوله في زباين جايه ولا لسه ولا في زباين ولا اي حاجه بس وجهه نظرك صح يالا يا رمزي ليه اني دي يا دوله اني دي على اساس عندك 100 وجهه نظر اما كنت بتقول يعني الزباين هيجوا لظريف مش هيلاقوا ظريف هيلاقوا خفيف ايوه كده يا دوله مره بقى انهم بقى ايوه دوله مره بقى نلطش زباين كده من ناس زي ما الراجل اللي كان جنبك هنا كان بيلطش زباين منك يا خايب بتاع البازار بتاع البازار اللي جنبك لما خلاص احنا نركز في الحلاقه يالا دي فلوسها كتير بس اهم حاجه بقى اما انت تيجي تحلق للزبون ايه ده هو انا هحلق يا دولة ايوه يا ابني انا هحلق للزبون وانت تحلق للزبون التاني ده. انت عارف يا دولة لو لعبت معانا ان شاء الله يعني وانا قلبي حاسس هنقلبه بقى كوافير حريم كوافير حريمي ايه يا عم نركز في الرجال الاول اهم حاجه بقى في الحلاق دولة. صوت المقص ماشي يا دولة ماشي يعني بص كان انا بحلق لك انت بص ماشي. لازم جنب ودن الزبون لا يا عم هتعور ودني يا عم مش عورها لا جنب ودن الزبون عشان تسمعه ان المقص شغال ماشي. مش مهم يكون بتحلق يعني بص اهو كده اهو بص في المرايه كده كان ايه بحلق دولة لا انت يا عم مش هتبوظ شعري يا عم
شكله كده البازار هو اللي وشه شؤم. البازار اللي وشه شؤم؟ انت ببوز البومة اللي عندك ده هو اللي فقر لنا بقى البازار وفقر اي مشروع يتعمل. ما كان المشروع شغال ايه؟ برابانت؟ برابانت؟ وانت نقيت فيه؟ نقيت فيه؟ دخلت بوزك ماشي خليك في المزار. بس يلا بس يلا عم بقى، ولا نافع في بازار ولا نافع حلاق ولا نافع اي حاجة. بس يلا بس. يا رب زبون. زبون زبون، اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا مرحب يا مرحب. ازاي حضرتك؟ يا مرحب يا مرحب. مين؟ احنا جايين من السعيد الجواني. منورين. حلاقين متصيطين في البلد دي. ايوه طبعا متصيطين. ده احنا اشهر بازراتيه حلاقين في البلد دي. اشهر حلاقين حضرتك. وجاي بقى انا والولد دندراوي ولدي. انت ودندراوي هتحلقوا ابن حضرتك؟ ايوه. فين؟ واحد من دول ولا مين؟ دندراوي. ايوه اطلع يا دندراوي. ده ابنك ولا وقع منك ولا ايه؟ دول هو في عيال صغيره كده بيبقى يعني شنابهم طالع عند التريقه. لا لا مش تريقه ولا حاجه. بس يلا بس يلا عيل صغير. ده مش عيل صغير، ده معجزه. يلا اصبر. اهلا وسهلا. قول لي هاي مين عاد فيكم الاخ ظريف؟ حضرتك محسوبك يعني لطيف، واللي واقف هنا يعني ظريف. انت اللي هتتريق علينا ظريف؟ كيف ظريف انت؟ لا انا لطيف، هو ظريف حضرتك. كيف لطيف يا راجل؟ لطيف ايه في خلقتك الاكله دي ودمك الماسخ؟ لا بقى يعني هو انت اللي خلقتك يعني حلوه قوي؟ هتتريق البندقيه؟ لا 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 من غير بندقيه ولا حاجه، من غير بندقيه. بس يا غبي بتتريق على شكلي؟ يا سلام، هو شكلك يعني ايه؟ يعني في حد عدى ما تتريقش على شكلك؟ باي معزم عداه بتتريق على شكلك؟ اسكت 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 اسكت. اهلا وسهلا حضرتك، عايزين تحلقوا يعني؟ انا والولد ده. حاضر. بقولك ايه؟ نعم. انا هحلق للصغير وانت احلق للكبير. لا احلق انت للكبير وانا احلق للصغير. خد بص الكبير ده والله ده احلق. طب تيجي نلعب رفه؟ اتفضل. اهلا وسهلا عمده. اتفضل اتفضل اتفضل. قعد الصغير قعد الصغير. اتفضل اتفضل. اقعد يا ولد اقعد 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 يا عمده يا صغير انت. انا مش هطوله، انا مش هطوله. طب ماشي ماشي. هات الخشب هات الخشب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايوه كده بس. اهلا وسهلا، اصل احنا بنحب نهزر يعني عشان نفك الزباين. لا لا تمسخروا بالراجل ده، عريس. يا لا لا ده احنا بنهزر معاه. وهيتجوز ايه؟ عرس اكيد. عرس يا عرس. يتجوز عروس عاديه. لا يا راجل هيتريق. لا انا بهزر. انا اتلققت لك يا راجل. يا راجل انا بهزر يا راجل. في خشمك خالص. خلاص طيب هتحلق بقى العنكبوت اللي في وشك ده ولا شعر؟ ها؟ ما تبقاش قليل الذوق. لقت لك يا راجل بدمك الماسخ ده. قبر يلمك. عمال تقول لي لقت لك لقت لك وما قتلتنيش بقالك ساعه. اهلا وسهلا. هتهدد وخلاص. منورين منورين. يا سلام يا سلام. على فكره انتوا اخترتوا احسن مكان تحلقوا فيه. ايه رايك يا دول؟ انت هتحلق للعمه؟ فك له العمه يا هبل. لا مؤاخذه دندراوي صغير. ها شيخ حق ظريف. ايوه الواد دندراوي ده فرحه بعد يومين. امسك بدل فرحه بعد يومين. عايزك تليفه وتنشف له القفك اللي في قفاه ده. حاضر. أبو النبي يا ابويا وسع علي، خلي احنا اهل تامر حسني. تامر حسني يا عاد اللي فيلم امر وسلمى. امر وسلمى. ابقى ربي شعر صدرك زياته وحواجبك. حاضر. ما تقلقش ما تقلقش. الشيخ ظريف عايزه تليفه كتير. لو سمحت بقى انا مش عايز. حاضر. مش عايز كلام وانا بشتغل عشان ما تندمش في الاخر. حلقه مليحه. عينيا يا سلام. شكلك واعي طبعا. شنبو انا بعمل فكت شنبو. طب بص روح انت لده. ايه ده ايه ده ده شنبو. ان شاء الله هتتبسطوا مننا قوي معانا. احنا هنروح نجيب لكم عصير. تشتري بقى عصير علشان تبقوا تشربوا. نجيب لهم كوكتيل. هجيب البلد كلها تحلى جنه. نجيب عصير ونعمل حساب المعلمين بره. دولها دولها دولها. مش مهم علشان يعني ده حاجات غاليه يعني. تعال 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 تعال. نشيل يا راجل. يابا. ايه يابا؟ ده مش شنب يابا. يا نهار ازرق يا خرب بيتك يا دندراوي. هو فين يابا؟ يا خرب بيتك يا دندراوي يا صغير. الفرح باظ يا رجاله. البندق عليك. هات البندق عليك. هل ولد الدسمة دول؟ هل ولد الدسمة دول؟ ياه ده انت دول هيفرح بيك قوي يا ابو الرماميز. بس يا ولد يا بيئة منك له. هو مين ده لسه بيعقصر؟ انا يتقال علي لسه بيعقصر؟ معلش اخلص بقى عشان انا صدعت منك.
ايه يا ناني؟ ايه المكان اللوكل اللي انت جايبانا فيه ده؟ ما لقيتيش غير المكان ده وتشتري منه هدايا؟ لا انا اتخنقت. تخيلي الراجل اللي ما عندوش دم معدي قدامي يدوس على رجلي ويقول لي لا مؤاخذه يا حيلتها. انا رؤوف الغلس يتقال لي لا مؤاخذه؟ نو انا اول مره اشوف حد اغلس مني. معلش يا رؤوف، كلها نص ساعه ونخلص من هنا، اسكت بقى. وايه المقبره الفرعونيه اللي انت جايبانا فيها دي؟ ايه المكان العجيب ده؟ وايه الشخص العجيب اللي بيرش على التماثيل ده؟ ده بينظفها ولا بيكويلها دمى؟ انت يا بني ادم، انت مش شايف ان في اتنين دخلوا المحل عندك؟ انت ما ترد. انت يا بني ادم مش بتنادي عليك؟ حاسب يا بني ادم كانت هتيجي في وش الميه. نو انا اول مره اقابل اتنين اغلس مني. خد امسح وشك بس اسكت. لا 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 يا استاذه ناني، انا اللي همسح له وشه. الاستاذه ناني زنبلك على سن ورمح، انا مش مصدق عينيا. ده فيلم ده ولا حلم؟ اتفضلي 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 ست الكل، روح هات لنا اتنين شاي يلا بسرعه. ناني انا لو قعدت في المكان ده اكتر من كده هرتكب جريمه، هقطع له زرار قميصه. انا مستنيكي بقى في العربيه. امشي يا رؤوف امشي، خلينا احنا في موضوعنا. تحت امرك. انا عايزه مجموعه هدايا كده لصديقتي اللي في اليو اس اي. ياه ده انا تحت امر حضرتك. يعني ده على فكره البازار ده كله يعني بتاعي، بس ما قلتليش بقى هي صاحبتك اللي اسمها في اليو سي دي، يعني دي هديه انت هتديها لها، كانت عندها برد فخفت من اللوز، عملت عمليه ولا متخرجه من اعداديه بقى يعني في الشهاده. صاحبتي اللي ايه؟ في اليو سي. في اليو سي. صدق ان انت نمره. ربنا يخليك. انا شفت كتير وقليل، بس ما شفت ازاي. وانا برضو شفت كتير وكتير وما شفتش ازاي. ثانيه واحده. ايه؟ حضر بس الهدايا كده قبل ما ارد على التليفون. عيني عيني. الو. ايوه يا حمد. ايوه انا بجيب شويه هدايا عشان السفر بتاع بكره. مفيش سفر؟ لا انا هسافر. هسافر يا حمدي. بقول لك ايه، احنا فاضل على جوازتنا طلقه واحده بس، وبعديها ما ترجعش تعيط. انا بقول لك اهو. ايه انا طالق بالثلاثه؟ ماشي يا حمدي، والله العظيم لو اوريك ناني زنبالك هتعمل فيك ايه. ماشي يا حمدي. رمزي. انا يا حمدي. انا رمزي. كده يا حمدي كده. ماشي يا رمزي. انا لا. رمزي. لا 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 انا مش هسكت على اللي انت بتقوله ده. انا مش هسكت. استاذه ناني، الشنطه بتاعت حضرتك يا استاذه ناني. ايوه دي ما نسيتيهاش على فكره، دي حركه كده من حركات الستات. الله عليك يا مرنا. ايه اللي انت عامله ده؟ يا دولة بقى يا دولة بقى، صحيتني ليه يا دولة من احلام اليقظة اللي انا كنت فيها. احلام يقظة ايه؟ وايه الشنطة الحريمي ده؟ ايه ده؟ انت بقيت حرامي شنط ولا ايه؟ ده ريحتها يا دولة ايه؟ ريحتها احلى من 100,000 وردة يا دولة. الله الله الله، ايه حكايتك يالا؟ وورد ايه اللي انت بتشمه ده؟ انت كنت بتعمله سندوتشات يا في ايه ده رمزي؟ ايه؟ ناني زنبالك يا دولة. ناني زنبالك الرقصة؟ ايوه دولة جت هنا اهو يا دولة، جت الصبح نسيت الشنطة دي. بس اقول لك يا دولة، دي بقى مش نسيتها يعني، لا دي ناسيها مستعمدة متعمدة يا دولة، عشان يعني تسيب ديل للموضوع كده اهو. ديل ايه ياض يا حمار؟ وناني زنبالك اساسا جت عندنا البازار عشان ايه؟ ايوه يا دولة جاي علشان تشتري حاجة يا دولة لواحدة صاحبتها كده اهو اسمها فليوسي. فليوسي؟ اه يا دولة فليوسي. فنسيت الشنطة. نسيتها بقى. متعمدة عشان ايه يعني؟
عشان بقى تسيب رجل بقى ها؟ ما انا اهو موجود راجل اهو. ياد راجل ايه يالا؟ يالا يا ناني زمبالك اساسا متجوزه، هتبص لك انت يا رمزي لو مش متجوزه اساسا هتبص لاي حد في الدنيا غيرك انت. اتطلقت يا دولا. جوزها بقى طلقها وهي هنا في البازار ثلاث طلقات، طالع كده والمنعه. ولا يا رمزي، ولا يا رمزي، تعال اقعد. اهبط اقعد اهدى. اوعى على يحصل لك زي عبد الوارث حصر يالا في فيلم شباب امرأة. انت فاكر عبد الوارث حصر لما كان عمال بيضرب الطور اللي بيلف حوالين البتاعة دي؟ كده هو. هتبقى انت زي الطور ده بالظبط يالا. يا دول لا يا دول، مش يمكن اكون فارس احلامها. فارس احلامها؟ قصدك حمار احلامها. ايه رايك بقى انا هثبت لك ان احنا بقى هنعمل فيلم بقى زي معبوده الجماهير كده اهو، وانا هبقى عبد الحليم حافظ وهي شاديه بقى. بس انت بقى اكتب لي كلمتين حلوين كده اهو بقى من بتوعك شعر كده دول، ها، من اللي بيسيبوا المفاصل كده. واكتب بقى في اخرها علشانك يا ناني اتشقلب كياني. يا رب تتخلق يا رب. تتشل في ايدك يا عادل وانت بتتشل. معلش يا رني، معلش. مش قادر اوصف لك يا ناني شعوري لما شفتك اول مره في البازار. كمان عنده شعور الحزيز، حسيت اني عايزه اطبل للتماثيل وهي ترقص احتفالا بيكي. شويه. ايوه يا اختي، ايوه، ما هو ده اخره يشتغل طبال في الموالد. ياما قلت لك العيله دي تربيه موالد، ما صدقتنيش. ما تكلمي يا بنت لسانك يا عمان، عايز بالك ده بقى. احنا فين ولا فين دلوقتي؟ اختي بقى اختك بتتخان دلوقتي. اخرسي. خدي عندك ده عشان تعرفي الخيانه. اما قلبي عنده قلب البيت، فما كنتش محتاجه اطبله، لانه اول ما شافك كان بيرقص من فرحته وسعادته بيكي. ده انا حتى حسيت ان الاذين الايسر بيغيب من الاذين الايمن عشان كان بيهز احسن منه. مش هتصدقيني لو قلت لك اني كنت حاسس بالشريان الاورطي، كان بيزمر كمان حرامي وبياخد مصطلحاتي كمان حرامي. يا سلام منك لله يا عادل، دايما بتكسفني وبتحرجني كده. حتى لما يجي اليوم اللي تكتب فيه جواب غرامي تتكلم على الأوزين وعلى البطين وتختم بالأورتي عادل. منك الله يا ماما. نو دير أنا مش مصدق أنا ولا كلمة من اللي في الجواب ده، ومش ممكن يكون عادل. يا مامي شوفي دي ختم بيها، اللي هتتختم نهايتك يا عادل على إيدي. أنا دلوقتي بلبس ساعة بزنبلة حبيبي، والتماثيل اللي في البازار هركب لها زنبلك عشان كل حاجة في حياتي تفكرني بيكي وباسمك. ناني زنبلك الزفتة. مش معقول كده يا حبيبتي، مش معقول. اهدي بقى بليز، اهدي مش كده. وبعدين عايزة اسألك سؤال، انت ايه اللي مخليكي متأكدة ان الجواب ده بتاع عادل؟ جواب جبته من جيب بنطلونه، هيكون كتبه يعني المكواجي. مش معقول. انا عارفة خطه المستفز، انا عارفة خطه وحافظاه على ظهر قلب. ناوليني الجواب لو سمحتي. بسم الله. ها قول يا ست. قولي خطه. نفس الفراغ ده خطه. قال على رأي المثل العالمي، يا مأمنة للرجال يا مأمنة للناموس والدبان. حبيبتي والكلامك الوحش ده قلة الأدب. معلش حبيبتي برضو احنا لازم نتأكد، يعني ايه اللي مخليكي متأكدة؟ انا مش مصدقة عادل اللي هو بيتكسف من لو شاف قطة كاوتش بيتكسف منها مرة واحدة كده يبقى زير نساء. زير نساء ده ايه ياما؟ ده شبه القلة المكسورة. انا مش قادرة يا ماما، انا حاسة ان انا هيجي لي شغل الاطفال في الشريان التاجي فاحشة. يا مامي الخير. يا مامي مش عايزة، انا عايزة اتطلق. الفاجر وصل بيها للحطاط السلوكي الاخلاقي والدونيه انه يحب واحده رقاصه اسمها يعني زنبلك. يا عمي هتنفجر يا بنتي كده، مش معقول. بقول لك ايه خط ايده من جيب بنطلونه شايفاها بعيني، يعني هيكون ايه اللي حصل؟ ده منحط واخلاقه بايظه. ده سلوكه الحلالي. خلاص انا مش عايزاه، عايزه اتطلق. اهدي يا رانيا، يا رانيا اهدي. بصي انا عندي حل كويس جدا نرضي بيه جميع الاطراف عشان كمان ما نظلمش اخويا. احنا نروح لغايه معلش ده متلبس بسبق الاصرار والترصد.
اقصد يا ماما. معلش يا طول عمره خط وحش، بس برضو مهما كان اخويا لازم نروح عند ناني زنبالك دي عشان نشوف هي تعرفه ولا لا، ونواجه الناس كلها وجميع الاطراف مع بعض. نو واي، انا بذات نفسي اروح للدونيه المنحطه اللي اسمها ناني زنبالك. لا لا لا، كمان اطلبي مني بقى ان انا اروح ابوس ايديها عشان ترجعهولي، خليها تشربه. مش معقول بجد، برضو لازم نتاكد يا رانيا، مش معقول كده. هو انت معلقه يا ماما. بصي بقى يا اختي، اسمعي مني انا خلاصه الكلام، احنا لازم انا وسناء نيجي معاكي الكباريه ونقفشه متلبس بالخيانه، وفي الحاله دي هيا نغزه هو وهي، ونبقى خلصنا خلاص بلا رجاله بلا قرف بلا قرف.